لا أدري، هل نحن نعيش في عصر الانفجار المعرفي أم نعيش في عصر انفجار الأكاذيب؟ الأكاذيب في كل مكان، أينما ننظر نجد أكذوبة تنتشر بين الناس والناس يصدقونها وكأنها حقيقة واقعة. من بين الأكاذيب التي انتشرت أكذوبة تقول أن هذا المرض الذي نعيش فيه الآن، هذا الوباء، سينتشر ويعم الكرة الأرضية ويقتل ثلثها، ثم تحدث زلزال عظيم وهكذا، وهذا الكلام كله لا أصل له. ننظر إلى هذا الادعاء معا، مما قاله إبراهيم بن سلوقية، ولا يوجد شخص في التاريخ اسمه إبراهيم بن سلوقية، بعد البحث لا نجد شخص بهذا الاسم. يقولون أن هذا كلامه، يعني في بعض الأكاذيب أن كلامه هذا من كتابه أخبار الزمان، ولا يوجد كتاب بأخبار الزمان إلا الذي كتبه المسعودي. لكن هذا من أين جاء هذا الشخص؟ تلفيق وكذب من أجل إرعاب الناس، حتى إذا تساوى الرقمان وكتبوا 2020، يعني كأن هذا الكلام قد قيل من 1500 سنة وهكذا. وتفشى مرض الزمان 2020، وتفشى مرض الزمان، انتشر الكورونا، منع الحجيج واختفى الضجيج، منع الحجيج، لم يعد هناك حج كما نرى الآن، البيت الحرام فارغ، واختفى الضجيج، لم نعد نرى في الشوارع ضجيجا، وكل الناس سكنوا في بيوتهم، واجتاح الجراد، ومات ملك الروم من مرضه الزؤوم، وخاف الأخ من أخيه، وصرتم كما اليهود في التيه، وكسدت الأسواق وارتفعت الأثمان، فارتقبوا شهر مارس، زلزال يهدد الأساس، يموت ثلث الناس، ويشيب من طفل منه الرأس، وهكذا. المهم، رأيت في منشور آخر، منشور في تركيا مع ترجمة، لكن في الترجمة التركية يكتبون أنه سيحدث زلزال عظيم وهكذا. أيضا يستغلون خروجنا في تركيا من زلازل قريبة وحالة الرعب العامة من الزلازل. هذا هو ترويج واستثمار لرعب الناس وخوفهم، ولا فائدة منه. هذه الصفحة تقول أن أقدم ناشر لهذا الادعاء هو صفحة تغريدات عراقية، بدأت بنشر هذا الادعاء ثم انتشر بين الناس انتشار النار في الهشيم، وكلهم يصدق ويظن أن هناك شخص اسمه إبراهيم بن سلوقية، وأنه قد كتب هذا الكتاب، وأنه قد تنبأ بهذا، وأنه قد حدث ما تنبأ به، لكن هذا كله كذب بكذب بكذب. والناس يأتيهم في منشور على الواتساب مثلا فيشاركونه، وإذا لم تشاركه مع 10 فإنك ستموت، وإنك ستخسر، وإنك ستصاب بالمرض، وإذا شاركته مع 10 فستعيش بخير. وهذه الأكاذيب الشهيرة التي، يعني أنا من أول نظرة أعرف أنها أكذوبة، لكن من أجل أن يكون الكلام مقنعا لابد أن نبحث عن مصدر هذا الكلام. المهم، كذب في كذب. لا تصدقوا كل من يتاجر بخوفكم، ومن يقول جاء في كتاب كذا كذا وكذا، نذهب ونفتح الكتاب. أنا صدقت وذهبت، كتاب أخبار الزمان للمسعودي، هذا من أين أتى؟ لا علاقة له. وفي كتاب أخبار الزمان المسعودي لم ترد جملة من هذا الكلام، وفي كتب المكتبة الشاملة الموجودة النسخة عندي فيها أكثر من 17,000 كتاب، لا يوجد فيها كلمة، ليس كلمة، جملة من هذه الجمل ليست موجودة، ويقول لك لا يوجد نتائج. إذا الكلام كذب بكذب، وهراء بهراء، ولعنة الله على من يتاجر بكذب الناس. وفي النهاية، اتقوا الله ولا تشاركوا شيئا لا تثقون به ولا تثقون بمصدره، على مثل ضوء الشمس فاشهد وإلا فلا. نسأل الله أن يرزقنا الصمت عما لا نعرف، وأن لا نتكلم إلا بما نعرف، وأن يحفظكم جميعا. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.